اليوم اللي كان جالي فيه مجدي سمعان كان تحديدا هو كان في شهر يوليو 2009، مش فاكر اليوم بالظبط، بس هو كان في يوليو 2009. استدعيت من قبل رئيس مباحث سجن برج العرب اسمه المقدم ممدوح ابراهيم. قال لي، سألني سؤال غريب، قال لي تعرف حد اسمه مجدي سمعان؟ انا في حسنية جاوبته، قلت له ايوه ده صحفي و صديق يعني. قال لي، قلت له ليه بتسأل؟ قال لي مصلحة السجون بعتها. الإجابة كانت غريبة ما دخلتش دماغي، بس أنا قبلتها يعني. قال لي مصلحة السجون بعتها بتستفسر منك إذا كان ما عندكش مانع يزورك ولا لأ. خدت الموضوع عادي ورجعت تاني للعنبر اللي أنا كنت فيه. آخر النهار بالصدفة ببص على دفتر الأحوال اللي بيتكتب فيه كل حاجة بتحصل في العنبر، لقيت بند غريب مكتوب. البند ده مكتوب فيه إن أنا رفض النزيل عبد الكريم نبيل سليمان اسم الثلاثي زيارة المدعو مجدي سمعان ورفض التوقيع على إخراج بنط الزيارة. يعني الـ 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 البند اللي كان مكتوب ده فيه تزوير لإرادتي وتزوير تزوير لأوراق رسمية. يعني حتة إن أنا ما أعرفش أساسا إن هو صار ويتقال إن أنا تم منعي من إن أنا اللي رفضت الزيارة وتم منعي من وهو تم تبليغه بره إن أنا اللي رافض قبله. فدي نقطة عايز أضيفها. طيب احنا يعني اتفضلوا لو في حد عنده سؤال.